بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا السادس في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. الشوط السادس وهو الشوط الخاص بذلل المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ من أشواط السرعة، أشواط التحدي والإثارة. الانطلاقات جميلة، التحديات رائعة، والحضور الرائع في هذا المساء مشاهدينا متابعينا الكرام. الانطلاقة والاندفاع الذاتي منذ البداية بمقدمة هذا الشوط. نتابع احتكار اللي احتكرت المقدمة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة سالم بن سعيد بن منال السويدي، ولكن الدخول من عسيلة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة محمد بن عبد الله بن حميدان. نتابع المركز الثاني وأرى التحدي، أرى الانطلاق في هذه اللحظات من الظبي لهجن العاصفة، وبقيادة الوافق حمد بن راشد بن غدير. من الجانب الآخر نتابع الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن رايد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة. احتكار تاتي رابعا شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منان السويدي. ننطلق مع المركز الخامس. علاج مشاهدينا متابعينا الكرام، من تاتي خامسا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم ومسري بن سالم بن عرطي الحميري. من يتابع علاج في خامس المراكز. سادسا التحديات للعنود من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى التسلل في هذه اللحظات من الظبي لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم فهد بن حسين النعيمي. من يتابع انطلاقة الظبي في المركز السابع وثامنا القدوم في هذه اللحظات من نتابع الفاخرة لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي وبقيادة سرور بن محمد المطروشي. من تتسلل على المركز التاسع في هذه اللحظات عاشرا اللي في المركز العاشر عبير شعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان نايم بن علي الغيلاني. من يتابع انطلاقة عبير في هذا الأداء المتميز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والنداء الأول للعشر المراكز الأولى في أشواط السرعة، أشواط التحديات الجميلة. الانطلاق رائع، نتابع الصدارة، نتابع التغييرات، والظبي اللي انطلقت إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة غانم بن مسهر بن قوبع المنصوري. من يتابع الظبي، من ينطلق بالظبي إلى الصدارة. احتكار تاتي ثانيا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم. سالم بن سعيد بن منال السويدي يتابع احتكار في ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات، التحديات من الظبي لهجن العاصفة وبقيادة الوافق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع الظبي، من ينطلق مع الظبي في ثالث المراكز. بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى القدوم لعسيلة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان. من يتابع عسيلة في رابع المراكز. خامس علاج لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري. ينطلق بعلاج في خامس المراكز. وسادسا القدوم ايضا للعنود لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة العنود في سادس المراكز والتقدم.
نتابع صفة، نتابع صفة اللي انطلقت بدورها إلى المركز السادس في هذه اللحظات لهجن الرئاسة وبقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. تنطلق مباشرة إلى سادس المراكز. سابعا أرهني حيلة، أرحيلة وما فيها حيلة، في حيلة لسمو الشيخ أحمد بن محمد برايد المكتوم بقيادة سالم بن سعيد بن منانة السويدي. والتقدم من صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة صواب. ومن الجانب الآخر شعار هجن الرئاسة أيضا يتقدم في هذه اللحظات مع الشاطر سعيد بن شطيط أو مفوضة مشاهدينا متابعينا الكرام وبقيادة عيسى بن سعيد الخيالي مع العوية بالفعل تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز المتقدمة. ولكن نتابع الصدارة، نتابع المقدمة. 2 كيلومتر ما تبقى عن خط النهاية والتحدي جميل، الإثارة حاضرة في هذه الانطلاقات الجميلة والمنعطف الأخير، التحدي الأخير مشاهدينا متابعينا الكرام. والظبي على الصدارة، الظبي على مقدمة هذا الشوط، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء على المقدمة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسهر بالقوبع يتابع انطلاقة الظبي في صدارة هذا الشوط. ولكن ننطلق مع المركز الثاني، نتابع ثاني المراكز، نتابع التحديات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، احتكار من تتدخل على المركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم. المتحدي يعلن التحدي مع احتكار. يا سلام. نتابع ثالث المراكز وأرى وبرة تتسلل إلى ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. من يتابع وبرة على المركز الثالث. رابعا يا سلام غزلان لهجن الرئاسة بقيادة الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. صواب تاتي خامسا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يتابع انطلاقة صواب. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية واحتكار اللي احتكرت مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى وبرة تعلن التسلل في اللحظات الأخيرة. وبرة يا سلام يا سلام يا سلام، الأداء متميز. ولكن غزلان على المركز الثاني، صواب تاتي ثالثا. وعلى المركز الرابع من الجانب الآخر تابع أيضا شعار هجن الرئاسة مع الشايبة خلفان بن محمد بن خصيبة في متابعة الشايبة. ولكن نتابع غزلان ترقص على أرضية الميدان، غزلون على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن نتابع وبرة والصواب في مكان الصواب. يا سلام غزلان، صواب غزلان صواب. يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير. يا سلام وغزلان، غزلان 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 ترقص على أرضية الميدان. مجموعة من الغزلان تنفرد بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الرئاسة وللمرة الرابعة في هذا المساء سوبر هاتريك. يا سلام بالأداء المتميز اللي تقدمه غزلان، تهانينا لهجن الرئاسة وسلام يا العاصمة أبو ظبي. سلام. المركز الثاني الصواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برايد المكتوم. المركز الثالث وبرة لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم. المركز الرابع احتكار لسمو الشيخ احمد بن محمد برايد المكتوم. المركز الخامس الشايبه من هجن الرئاسه والبقيه من حيهن لاعضاء خط النهايه. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول غزلان الى خط النهايه. تقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق 14 ثانية. 9 الزمن الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لسعيد بن شطيط الوهيبي. بينما اللي وصلت المركز الثاني وقدمت عرض تذكر عليه صواب 9 دقائق 16 ثانية جزء 1 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد
بن حمدان بن رايد المكتوم والثاني الخليفه بن سلطان بن رشيد وابره تصل ثالثا 9:17 وفاء وتماما تهاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لاحمد بن سلطان بن رشيد.